هلا حنبدا بالتعامل مع داتابيس. شباب بدنا نجي داتابيس وكيف نعمل تيبل وكيف نقرا منها ونكتب فيها باستخدام النود جي اس. هذا البرنامج بحتاج انزله عندي، لانه هذا البرنامج اللي بخليني ابني داتابيس. خليني اعمل لوجين له بدايه. بعد ما عندك انت عدس تضغط عليه، تضغط قول له يشغل حتى يشغله. هاي اللي هو بيحتوي على الاباتشي سيرفر والماي. انا بهمني هلا في المرحله هاي الاباتشي اتش بي، فقط بنشتغل على الداتا. بضغط على الايكون الخضراء هاي التول بار على نفس الايكون تبعت الوام، يكون اخضر، اخضر يعني انه شغال. وباجي بدور على ال بي اتش بي ماي هاي بختاره، بختار في عندي تو فيرجن، بختار فيرجن هلا. هون بتختار اليوزر نيم والباسورد اللي بتدخل فيها الداتا بيس. بدايه شباب بكون هو باي ديفولت اول دخول لك حيكون اليوزر باسورد. هون بحط هون دخلني هاي الانترفيس تبعت الداتابيس مانجمنت سيستم. انا هلا بدي اعمل داتابيس، باجي هون على النيو بضغط عليه، بقول لهم اسم الداتا، بحط له اسم وبس، بقول له كرييت. انا عاملها هون تحت فباش هعملها انا كرييت، بس تحط له اسم الداتابيس بقول له كرييت، هيك حينشئ لك داتابيس اسمها تست. طيب بعد ما تنشئها حتيجي شو اسم التيل بدي اياه، بسميها اسمها بوك تيبل. كم من عمود فيها؟ هلا انا بشوف عندي بالنموذج تبع البوك قديش كم من عمود بدي. اوكي خليني اشوف، انا عندي هنا عندي التايتل بدي له عمود، ديسكربشن له عمود، البرايس له عمود، الكاتيجوري لها عمود. 1 2 3 4 اعمدي مع الاي دي 5. اوكي بدي 5 اعمدة، فباجي هنا بقول له بدي 5 اعمدة. بقول له جو. هنا بعمل لك 5 اعمدة وهي مجهز لك اياهم وتكتب فيهم. فبقول له اول واحد بدي اياه الاي دي. الاي دي عشان يكون اوتو انكريمنت يفضل دائما الاي دي في التيبلز يكون لحاله وبضيف كل مره، كل ريكورد بضيف اي دي رقم جديد، فانا بحطه هنا عشان يعمل اوتو انكريمنت بحط هاي اي اي. هون عرفوا برايمري كي وعرفوا انه يكون اوتو انكريمنت. هلا الثاني اللي هو التايتل. التايتل بدي استخدم نوعه يكون فار شار، ولانه بحط فيه سترينج، والقيمه تبعته ححط التايتل 200 كاركتر ماكسيموم، يعني يكون ماكسيموم 200 كاركتر. بعد التايتل في عندي ديسكريبشن، والديسكريبشن برضه فارشار، لكن حيكون ديسكريبشن اطول شوي، حخليه 500 كاركتر ماكسيموم. وايش ضل عندي؟ ضل عندي البرايس، السعر، للسعر خليه انتيجر كتاب. وعندي اخر شيء اللي هو الكاتيجوري تبعت الكتاب كتا، وخلي هذا بار شارب برضه خلي 100 صغير، يعني لانه ما بدوش شيء بس يعني كلمتين. اذا هذول الكولمز اللي بدي اياهم اي دي تايتل ديسكربشن برايس كتا. اوكي بقول له سيف، هي انشا لي اياها التيبل. في اي لحظه من اللحظات اذا حاب تعمل دروب اديت تشينج ممكن انك تعمل دروب لاي كولوم غلط فيه وترجع تعمل من جديد. حتى تعمل جديد تنزل تحت تقول هنا اد 1 تقول له جو، بيظهر لك كولوم جديد تكتب فيه الكولوم اللي انت حابب تضيفه. اذا هاي يعني ببساطه شديده كيف ننشئ تيبل على الاي بي اتش بي ماي ادمن انترفيس. هيك خلصنا، هيك خلص عملنا تيبل وسوينا. هلا علي اني امشي اعمل بالمشروع البروجكت تبعي. شباب بداية بدي اعمل العمليات الكاملة على الداتا بيس. هي تحتاج يعني هم عبارة عن 4 عمليات اساسية، وفيهم عملية خامسة فرعية. العملية الاساسية هي استدعاء قراءة الكتب اللي عندي موجودة في الداتا بيس باستخدام الجيت. بعدين عندك انسيرت للكتاب باستخدام البوست، والديليت باستخدام الديليت. اوكي استخدام delete method، وعندك الابديت باستخدام البوت.
هذول الاربع ميت، يا ديليت يا ابديت يا انسيرت يا جيت. الجيت لها الحالتين، يا بدك تجيب الكتب كامله يا بتعمل سيرش على كتاب معين والتنتين بستخدم فيهم الجيت. اللهم اللي بيختلف فيهم شيء بسيط هنشوفهم بعد شوي. اللي حيختلف فيهم انه حيكون عندك الاسم مختلف هنا، هاي اسمها انتكس لازم بروسيس، ايوه بروسيس اندكس، وهذا اسمه بروسيس ديتيل. كنت انت بتستخدمه جد، واحده حتكون تجيب كل الكتب واحده حتجيب كتاب واحد، عشان هيك عندك خمس عمليات. اوكي، فحنعمل احنا اليوم الخمس عمليات هذول على الداتابيس نشوف. نيجي اول عمليه اللي هي الانسيرت، ندخل كتاب. اوكي، النموذج تبع الكتاب، هذا النموذج تبع الكتاب، بوك ديسكريبشن برايس كاتيجوري. البوك حيجي في انبوت، النيم تبع الفيلد سميته تايتل، واللي بعده الانبوت اللي بعده اسمه ديسكريبشن، الانبوت اللي بعده اسمه برايس، للاخير لانه شو اسمه اختيار حيكون عندك سيلكت. جوا السيلكت عندك ثلاثه اوبشن 0 1 و2، الواحد حيرمز ل ولا شيء، الواحد واثنين حيكون، واحد حيكون كمبيوتر ساينس واثنين حيكون انفورميشن تكنولوجي، والواحد واثنين هي حنخزنها في الداتابيس، فالواحد حترمز للكمبيوتر ساينس واثنين حترمز للانفورميشن سيستم، وحنعمل سبميت. طبعا السبميت وين حيروح؟ حيعمل السبميت حيستدعي البروسيس انسيرت، هاي اللي حتنفذ عمليه الادخال، والطريقه هي بوست، طريقه الادخال بوست. اذا طلعنا على البوست هنا، طبعا بحتاج اني اعرف اول شغلات، اعمل اجيب الاكسبريس، اجيب الماي سيكوال عشان يخليني اشتغل مع الداتابيس، بجيب الكورس، هذا الكورس بيخليني اعمل ريموت كوميونيكيشن، لانه بدك يعني تتصل من بين اتش تي ام ال والسيرفر، فبنسميه ريموت ريموت كوميونيكيشن. هذا الريموت كوميونيكيشن اذا في ما في عمليه الكروس هاي حرفتها بصير عليها سكيورتي، الحاله هاي بمنع الاتصال لانه في سكيورتي. حتى اني اسمح الاتصال ما بين الاتش تي ام ال والسيرفر لازم اعمل هاي عمليه الكورس. اوكي، استخدم الكورس. فدول ثلاثه باكجز بحتاجهم، واحد الاكسبريس، واحد الداتابيس، واحد الاتصال، احتاجهم اني انزلهم. بعدين بهون بتصل مع الداتابيس، هون بقول له امسك كرييت كونكشن، بعمل كونكشن، اسم الهوست اسمه لوكال هوست اللي على الجهاز عندي، اسم اليوزر روت زي ما شفناه قبل شوي، والباسورد ما في، واسم الداتابيس اللي حشتغل عليها اللي هي تيست. هيك انا اتصلت مع الداتابيس اللي انا عرفته قبل شوي. هلا ما في شيء ثاني، اكسبريسيون كودد ترو، هذا عشان عمليه البوست بحتاجها زي ما حكيت. الجيسون فيما بعد حاحتاج اني بحتاج لاوبجكت لجيسون فخليتها. هلا هنا العمليه نفسها، فاول شيء بدي اعمل استدعي الانسيرت، صفحه انسيرت لما يجي استدعاء باستخدام انسيرت اتش تي ام ال حيروح الملف الانسيرت حيعرضه لليوزر زي ما شفنا قبل شوي، حيعرض لك هذا الملف. طيب لما اضغط انا على السند هاي المفروض انه يستدعي البروسيس، وهي البروسيس الانسيرت هي اللي بتعمل الشغل. فانا شو سويت فيها؟ رحت قرات التايتل، قرات البرايس، قرات الكاتا، قرات الديسكربشن، خيرتهم حطيتهم متغيرات. بعدين رحت عرفت اس كيو ال ستيتمنت، قلت له انسيرت انتو بوك تايتل ديسكربشن برايس كاتا فاليوز، شو هم الفاليوز؟ هي تي اي هاي، والدي اي اللي هي ديسكربشن، والبي ار اللي هي البرايس، والكاتا اللي هي الكاتا، نفس الترتيب اللي هو موجود. طبعا المتغيرات لما ادخلهم على الداتا بيس لازم يكون معهم فاصل علويه فاصلتين دبل كوتيشن زائد، بعدين بحط اسم المتغير، بحط بالعكس بحط زائد دبل كوتيشن فاصل علويه، هيك انت بتتعامل مع المتغيرات لما ادخلها بالاس كيو ال ستيتمنت. طيب بعدين بعمل اند وبس، نعمل هون الاسم. اوكي، خليني اعمل انا بروجكت جديد، يعني ممكن تطلع على التسجيل فيما بعد وتسويه، لكن انتبه معي احسن. خلينا نسميه مثلا بروجكت جي نود جي اس بروجكت، نود جي اس بروجكت، خلينا نبدا من الصفر. فايل اوبن فولدر، نود جي اس بروجكت،
فتحنا ها رفق. هنا اذا احنا فتحنا ملف جديد اوكي، نروح على التيرمينال عشان نبدا في عمليه الاستدعاء. هلا انا بدي اعمل بروجكت جديد، هي بتروح على السلايدات تبع السلايدات. اوكي بدايه بدي اسوي انا المشروع تبعي اللي هو نيو بروجكت ان بي ام انيشال ماينس ماينس واي. اوكي فباجي هنا ان بي ام انيشال ماينس واي عشان اسوي نود بروجكت. اوكي هون عمل لي نود بروجكت. كيف تاكدت؟ هون صار عمل لي باكج جيسون، هذا السيتنجز، هاي اسم البروجكت تبعي، هذا الفيرجن الى اخره. اذا هون سوى لي بروجكت. الخطوه الثانيه نبدا على ملف اللي هو الملف السيرفر اللي هو الجي اس فايل. اوكي سبدا سمينا شو نسميه هون، خلينا نلتزم نفس الاسم اللي مسميه هون المشروع تبعي. سمينا سيرفر، ملف سمينا سيرفر جي اس. هون بستدعي سيرفر ملف، هذا اسمه اي تحط اي اسم بدك، سيرفر دوت جي اس. اوكي اذا اول عمليه بدي اعمل عمليه ال بدي احط هذا الانسيرت، هذا الملف تبع الانسيرت سخو، وبدي احطه في المشروع تبعي. نفس الفكره، بعمل انسيرت جديد هنا سمي الملف اسمه insert html insert dot html. اوكي احط جواته ملف تبع النموذج تبع الانسيرت اللي شرحته بشو. طيب هلا بنرجع لحد الان السيرفر هذا فاضي، بدي احط فيه الموديولز واحط فيه الاكواد. خليني اروح للاكواد انا انسخها كوبي. انا اشيل هذا الكود بعدين بحط برجع. اوكي انا شو سويت هون شباب؟ بس هون زي ما حكيت اتصلت مع الداتا، نزلت هون بعض الموديولز وعملت هون داتابيس كونكشن، وهون عملت بدي اعمل استدعاء للانسيرت اتش تي ام ال. لما يجي طلب انسيرت اتش تي ام ال بدي اعرض له الملف هذا. كويس الملف هذا هو هيته مسويته انا. لما يجي طلب من الـ من الـ هناك بده يطلب منهم. طيب خليني اجي اول شيء خطوه خطوه امشي معكم، مش مشكله هشيل هاي كمان برجيكم لانه شو تاثيرها. هلا بدي اني انزل الباكجز هذول، هم كل شيء ريكوير لازم انزله، الاكسبريس لازم انزله، ماي سيكو لازم انزله، والهاي كورت لازم انزلها. فكيف بنزلها؟ بدي استدعي هون اوامر التنزيل، هي موجوده حطيتهم في هاي التنزيل npm express npm store express npm store mysql و course. اوكي باجي هنا install express عشان ننزل express. اوكي هيك نزله عشان يتعرف عليه هنا تستخدمه. خلص الاكسبريس هلا بعديها mysql بقول له نزل mysql، واخر شيء اللي هو كورس، نزل لي الكورس. هيك نزل الباكجات اللي بتحتاجهم في المشروع تبعك. هلا بعد ما خلصنا هنا خلينا نعمل رن للسيرفر تبعي واشوف شو بصير. انا هلا ما حطيت فيه ولا كود. اوكي خلينا نشوف شو بصير. نيجي هنا حتى نشغل السيرفر نقول له سيرف لا وينها سيرف، لا شو سيرف لا لخبطنا سيرف صح سيرف اتاكد بس الوقت. لا اسمه بس بتحط اسمه نود مع الاسم، هذاك السيرف الانجولر لخبطنا بالانجولر، بس بتعطيهم الاسم تقول له نود والاسم اسم الملف تبع
تبع الجافا سكريبت اللي هو تبع اللي عليه كل الشغل اسمه سيرفر. بقول هنا نودز سيرفر، مش لحظة شوي، في ناقص عندي نود اب. مظبوط، نود اب ليش ما يشتغلش؟ بده تسييف. بده تسييف شباب، سين سيف سيف اول. مره ثانيه نود، النود هون بتشغل السيرفر، نود هي اللي بتشغل السيرفر. والملف اسمه هون بحط اسم الملف اللي جنبه، وكان اسمه ايات عندي سيرفر جي اس، بحط نود سيرفر. اوكي هيك اشتغل. هلا اذا رحت هناك، هلا البورت اللي بتنصت عليه اللي هو 5000، بروح عليه بشوف، اشوف شغال ولا مش شغال. اجي هنا واقول له هنا لوكال هوست 5000، ايش اسم الملف؟ اسمه انسيرت صح؟ انسيرت دوت اتش تي ام ال، دوت اتش تي ام ال. هلا لاحظ قال لي مش موجود، انا مع انه موجود لكن ما عرض لي، ما عرض لي. ليش؟ لانه انا ما عملت له امر العرض، ما سمحت له ينعرض. حتى اسمح له ان ينعرض بدي اقول له كالتالي، بدي اجي هون بدي اقول له تسمع على لما يجيك امر انسيرت اتش تي ام ال هذا بالبراوزر اعرض لي اياه عن هاي طريق سند فايل، ابعث لي هذا الملف اللي اسمه انسيرت. هذا اللي بيعرض لك اياه، هذا الملف اللي بيعرض لك. خلينا نشوف نجرب كنترول سيبه، بعدين كنترول سي ارجع مره ثانيه نود شغله ارجع على السيرفر. هلا عمل بتنصت على الفايف ثاندر، بتنصت بيستنى امر الانسيرت اتش تي ام ال، حطيت له الامر هي اعطاني النموذج. فهمت علي؟ فاذا هاي العباره مفهوم، هون بتسمع على الامر هذا، بس يجي الامر هذا حينفذ هذا الفانكشن اللي هو ايش الفانكشن مسوي؟ بيستدعي، ايوه بيستدعي ملف الانسيرت هذا، بيعرض لك اياه بالبراوزر، بتشوف النموذج. كويس؟ طيب احنا هيك شفنا النموذج، هلا الخطوه اللي بعديها بدي اعمل عمليه التعامل مع الانسيرت، يعني يعملها في الداتا بيس. هلا في النموذج مكتوب اذا انا ضغطت على السبميت حيروح للاكشن اللي اسمها ايش؟ اسمها بروسيس انسيرت، حينفذ هاي الاكشن على بوست، استخدام البوست. حلو؟ هلا بدي اعمل هاي، اذا هون تحت هذا بدي انا اجي احط له الامر، قلت له اسمع اذا بتسمع على البوست على الامر تبع البوست انسيرت، اذا اجاك شغل هذا الفانكشن. شو هذا الفانكشن؟ بيقرا التايتل والبرايس والكاتب والديسكربشن من الداتا بيس، وبيجي ايش؟ بحط لي اياهم في التيبل هون عن طريق الاس كيو ال. هاي اوكي؟ بعمل كونكشن كويري اس كيو ال، بنفذ هاي العباره وبعدين برجع لك انه سكسسفولي عاد. خلينا نسيب ونشوف. خلينا او شو وقف السيرفر، لازم نضلك توقف السيرفر وتشغله شباب حتى يتحمل صح. شغلته، وقفت وشغلته. باجي هون بدخل نسميه مثلا بوك 1 ديسكريبشن 1 البرايس خليها مثلا 100، الكاتيجوري خلينا نختار كمبيوتر ساينس، سيف سكسسفول ادد. حتى اتاكد انه سكسسفول ادد بروح برجع للداتا بيس تبعتي هاي، بروح للبراوز هاي بحط لي اياها بوك 1 ديسكريبشن 100 كاتيجوري 1 بحط لي اياها. اذا انا تاكدت انه دخل البوك على ايش؟ على الداتا بيس. خلينا ندخل كمان كتاب، يعني ندخل كمان كتاب، نرجع لورا بدال 1 حنحط 2 هون 2 نخليها 200 نحط هنا كتاب نوع انفورميشن سيستم سيف اوكي دخله، نحط كمان كتاب يعني نحط لنا ثلاث كتب حتى ايش؟ حتى لا نعرض. اوكي نتاكد نحط لي. اوكي اذا اموره تمام، عمال بدخل على الداتا بيس كل الكتب اللي انا من النموذج. طيب
اللي بعده بدي استعرض كل الكتب واحطهم بتيبل، اللي في الداتابيس احطهم ايش؟ بتيبل. انا اشرح الكود وبعدين بطبقه، كود بسيط جدا ما فيش فيه شيء. الكود شباب هنا بدي اعمل باستخدام الفيتش اللي اخذناها بالاي بي اي، نفس المثال اللي عملناه احنا في الاي بي اي على فكره. فهنا انا حطيت الادرس تبعي، اوكي حطيت الادرس تبع السيرفر اللي هو هذا اللوكال هوست، اللوكال هوست بالاي بي تبعه هذا اسمه، يعني اذا بدك لوكال هوست بالكلام بالاي بي، اللوكال هوست 127.0.0.1 هيك الاي بي تبع اللوكال هوست. فانا حطيت له هنا الاي بي تبع اللوكال هوست، يعني نفس اللوكال هوست بس بتقبلش لانه كلمه لوكال هوست، لازم تعطيه الاي بي. حط له الاي بي هذا ثابت الاجهزه ما تغيرش. بورت 500 البروسيس اندكس، هاي اللي حيستدعيه البروسيس اندكس، بعدين حينتظر باستخدام الفيتش. لما يجي الريسبونس حيحط يقرا يحوله من جيسون يحطه باكس، حي هون حياخده يحطه جوا التيبل اللي هي النيم والديسكربشن والكاتيجوري، حيحطهم هون حسب هون اكس اي دي اكس تايتل اكس مش عارف ايش. هذا مثال احنا شرحناه تفصيل بالـ. بس انا بدي احنا نعد النود، لان النود شباب لما يجي امر الاندكس اول شيء هذا عشان يحمل الملف لما ينطلب الاندكس حيعرض لك الملف، بعدين لما يجي الطلب تبع البروسيس هذا الطلب تبع البروسيس حينفذ البروسيس اللي هو هياته. شو حيسوي البروسيس؟ حيجيب سيلكت ستار فروم بوك. شو بتسوي هاي سيلكت ستار فروم بوك؟ بتجيب كل الكتب، بتجيب كل الكتب. بعدين بعمل كونكشن كويري، النتيجه حتكون جوا الرو، كل الكتب حتكون جوا هذا المتغير اسمه روز. اوكي هلا هذا الرو بدي ارجعها للبراوزر، فبقول له ار ريسبوند اند رجع لي الروز، لكن حول لي اياه لايش؟ لجيسون. ليش حولت لجيسون؟ لانه لما استقبله هنا احطه في الملف وانا بستقبله انا كجيسون، صح؟ ريسبونس جيسون، لازم هناك ارسل جيسون استقبل جيسون، عشان هيك الروح حولته هناك لجيسون. طيب خلينا ننفذ هذا الكود. بدايه خلينا نجيب البروسيس هذا. اوكي نروح لهون نحطه هون تحت هاي. اوكي اندكس، اذا حيتصنت على الاندكس جي حيعرف الاندكس. بنعمل نحط الملف الاندكس، نقول له اعمل لي ملف اندكس دوت اتش تي ام، وشو حيكون جواته؟ هي الطلب تبع التيبل والفيتش والقصص هاي اللي حتعرض التيبل. اوكي اوكي اذا هنا السيرفر بروسيس اندكس حيستدعي البروسيس اندكس اللي على السيرفر هذا هاي، بعدين حينفذ هذا الطلب حيرجعه كجيسون. يرجعه كجيسون هون بستقبله بالاندكس، حيستقبله هنا حيستقبله هون بالفيتش، بعدين حيحوله ل اكس جيسون اكس، بعدين حيعمل التيبل يحط اكس اي اكس كذا اكس تايتل اكس برايس، وحيلف حسب اللينكث تبع الاكس. طيب هون عندك تيبل كل امور تمام. خلينا نسيف الشغل نشوف فايل سيف اول. طيب هنا اذا ايش اسمه حيكون اندكس دوت اتش تي ام ال HTML عشان يعرض لي النموذج هذا. انا ليش ما لقاه؟ لاني انا نسيت اوقف السيرفر عشان شغله. كنترول سي نود شغله. مسيف كل شيء، اتاكد انا مسيف كل شيء. طيب نروح ثاني اندكس HTML. هاي الكتب اللي دخلتها هي موجوده. اوكي هلا
إذا عملية الإدخال سهلة، عملية الاستدعاء برضو سهلة، فيش فيها إشي. هلا بدي أدور على كتاب واحد، أو خلينا نشوف، لا أو دعمل حذف، وش الكتاب؟ خلينا أعمل حذف لكتاب. حذف الكتاب سهل، ما فيش شيء، بدي أعتمد على اسم الكتاب عشان أحذفه، حسب الاسم تبعه بدي أحذفه. فبحتاج النموذج تبع الحذف، ما فيش فيه شيء النموذج غير بس بتحط لهم الاسم تقول له ديليت بحذف. فلاحظوا هنا نموذج ما في شيء غير انبوت، بعدين هنا اذا حذفت، هي حذفت وحطيت هنا مسج حتطلع في الديف، هاي النتيجه تبعت الحذف يعني، هحتاجها فيما بعد. هلا هون لما انا اجي اعمل له اون كليك حيستدعي الفانكشن اسمه ديليت بوك، اللي هو عباره عن اساكرونس فانكشن، هذا بس بيستخدم الاي بي اي. اول شيء انا رحت عملت متغير سميته تي تي، وهذا حيوديني على التايتل، لانه انا احتاج التايتل، خزنته بتغير سميته تي تي. بعدين عملت اوبشن، حطيت فيه الميثود، حطيتها ديليت، الهيدر خليته، هاي الهيدر كلها ثابته، فيش في شيء. هلا هون حبعتها، اقول له ليت ريسبونس اويت فيتش، هذا الادرس تبعي تبع السيرفر، وهذا البروسيس تبع الديليت، وبعت لي معه التايتل، علامه استفهام، حبعت معها التايتل، والتايتل حيكون محتواها تي تي، اللي هو ايش؟ اللي دخله اليوزر. اذا هنا باختصار شديد مره ثانيه، حستدعي البروسيس ديليت، حبعت معه يعني حبعت له طلب ديليت، وحبعت معه التايتل اللي حاب اني اسوي له ديليت. بعدين حستنى النتيجه، لما تيجي النتيجه اللي هي الرساله انه ولا لا، انحذف ولا ما انحذف، حيجيني هنا ححط النتيجه كتكست مسج، احطها جوا الريزست هذا اللي هو الديف، حيظهر عندي الرساله اوكي كمسج. هاي بالنسبه لل HTML. بالنسبه للديليت بروسيس نفسه، لاحظوا هنا بديت بروسيس شباب، بدي انا بستنى في التايتل، استخدمت طريقه الكويري. انا لما بعت التايتل بعته ككويري اوكي، هاي طريقه الكويري اللي هي علامه استفهام وكذا، بسموها كويري، نفس الجيت. فانا بستنى عمالي في الاسم، سميته تي تي هو تايتل، يعني ليش اسمه تايتل كويري تايتل؟ لانه بعته كتايتل. لاحظوا هون شباب، قلت له انه هون تايتل تساوي، فانا بستنى في التايتل هاي. فقلت له على طول، اول خطوه قلت له استدعي لي التايتل، قلت له ريك كويري تايتل، حط لي في متغير اسمه تي تي. المسج خليتها فاضي بدايه. هلا عملت هنا ديليت فروم بوك وير تايتل ايكوال تي تي، اللي هي جته من النموذج، فحيروح يدور عليه، اذا لقاه ما لقاهوش، اذا لقاه حيطلع هنا افكتد روز، حيطلع اكبر من واحد، افكتد روز انه صار في شيء، يعني صار سكسسفول يعني تغير. اذا كان اقل من صفر عفوا، بكون ما صار شيء، معناته انه ما في كتاب، او هذا الاسم الكتاب مش موجود، فالداتا بيس ما لقته، فما عملش ايش عمليه الحذف. فالاكبر من صفر والاقل من صفر ترمز هنا للنجاح وللفشل. اوكي، فهنا اذا كان في ريزلت اقل من صفر، برجع ريسنت سكسسفول اديليتد. اذا كان اقل من صفر او صفر، حيكون بق نوت ديليتد او نوت فاوند. اوكي، هاي اللي حترجع، حتيجي لهون حيستقبلها بالريسبونس تكست، لان هاي مش جيسون، هاي تكست عاديه، حيستقبلها وحيعرض لك اياها في الرس. طيب خلينا نمشي خطوة خطوة، خلينا نمشي أول شيء على النموذج، نعمل النموذج، نعمل النموذج. أوكي. النموذج اسمه ديليت دوت اتش تي ام ال. اوكي، هذا النموذج. اوكي، ما كانش في شيء في هنا للفتش للديليت، اي بي اي ديليت عشان ينفذها. هنا في بس تايتل وديف عشان المسج، وبوتون عشان يعمل عمليه يستدعي هذا الفانكشن. خلينا نسيبه. اوكي، خلينا نرجع على الفايل عشان نعرض الديليت، نموذج الديليت. خلينا نعرض نموذج الديليت، نحتاج لهي الامر. اوكي، خلينا نجيبه. اوكي، خلينا نشوف.
ننزل تحت هون خلينا نتابع مع بعض. اذا هون هاي بيستنى في الديليت، امر الديليت حيعرض له ال HTML ملف الديليت. خلينا نسيبه، خلينا نوقفه، خلينا نشغله، اجي هنا ذا الاندكس احط له ايش، خليها والله خليها، نفتح له واحده جديده، نفتح براوزر جديد، ذا الاندكس بحط له هنا ديليت. اوكي هاي اعمل لي النموذج تبع الديليت. طيب لو حطيت له كتاب هنا اسم الكتاب بوك 1 مثلا، حطيت اسم بوك 1، حطيت له هون اسم بوك 1 اوكي، حطيت له بوك، قلت له ديليت، ما عمل ديليت لان انا ما اعطيتوش الكود اللي بيعمل الديليت، ما عملته، بس عملت له الكود اللي بيعرض النموذج، بس الكود اللي بيعمل ديليت ما عملت ديليت، فانا بدي اجيب الكود تبع اللي بيعمل الديليت. اوكي ونجيب الكود تبع اللي بيعمل ديليت، هذا الكود بيعمل ديليت، هذا بيستقبل التايتل زي ما حكينا، بعدين بحطه في متغير اسمه تي تي، بروح للداتابيس على البوك تيبل وبمحي ايش، بمحي التيبل، بمحي الريكورد اللي التايتل تبعه تي تي حسب انا شو دخلنا. اوكي اذا هذا اللي شرحته، خلينا نسيبه، خلينا نوقفه، كنترول سي، حنشغله. اوكي طيب خلينا نعمل مرة ثانية، نقول له بوك واحد، بوك واحد ديليت، صفر ديليت، هاي المسج اللي جتنا من السيرفر. خلينا نتأكد، نروح هنا نعمل ريفرش للتيبل، هاي شال، شال الكتاب. لو حطيت كتاب أنا مش موجود عندي، لو حطيت له بوك 100 مش موجود هذا الكتاب، ديليت بوك نوت نوت ديليتد، طلعت المسج الثاني. اوكي اذا هاي بالنسبه للديليت، لما تفهم انت الاوردر تبعه بصير سهل جدا يعني تكتب، يعني نفس الفكره، هي بس اول مره بتتغلب، بعدين بصير النموذج تعمله بتحط له انت جيت للنموذج، بعدين تعمل جيت للميثود بتتعامل مع الداتا بيس. طيب خلينا نتابع اللي ضل عندنا، شو ضل عندنا؟ احنا ضل عندنا سيرش، ضل نعمل سيرش. السيرش تشبه، انا بدي احط السيرش بحيث احط التايتل هنا، اضغط سيرش يعبي لي هنا المعلومات اللي على الكتاب. حلو؟ كويس؟ طيب خلينا نجيب النموذج تبع السيرش، سميته نموذج سميته ديتيل. انت كنت تسميه سيرش، سمي اللي بدك اياه، اسمها هاي مش مهمه. اجي انا هنا بعمل قلنا اسمه ديتيل، ديتيل دوت اتش تي ام ال، اوكي شباب هذا النموذج، كنترول سيف. النموذج شو بسوي شباب هنا؟ ما بسوي شيء. هذا النموذج زي النموذج تبع الانسيرت، التايتل والكلاس، اللهم كل واحد حاطط له انا اي دي حتى اتعرف عليه عشان البرمجيه، فسميت التايتل هذا سميته تي اي، ديسكربشن سميته دي اي، برايس بي ار، الكاتيجوري سميته سي اي، حاطط لهم اي دي حتى تحت في الفانكشن هنا استدعيهم. فانا هون شو سويت شباب؟ رحت هنا بهمني التايتل اني ادور عليه زي الديليت، بهمني مين؟ التايتل، فرحت عملت ريفرنس للتايتل سميته دي دي مثلا، ورحت للبروسيس تبع الديتيل وبعثت له التايتل زي الديليت. هلا هون قعدت استنى لما يجينا الرد، المفروض انه يجينا الرد تبع الريكورد هذا اللي فيه، اللي فيه ايش؟ اللي فيه بيكون اسم الكتاب ومعلومات كامله عنه. لما يجينا الرد انا بيجي كاز جيسون اوبجكت، بقول له اكس ديسكربشن حط لي اياه بالفاليو تبعت الدي اي اللي هو اللي في النموذج هذا، حاحط لك اياهم. بقول له البرايس حط لي اياه في البي ار عن طريق الفاليو، الكتا حط لي اياه بالكتا عن طريق الفاليو، فهي برجع المعلومات بحطهم في النموذج عن طريق الفاليو. طبعا واحد بيقول لي دكتور طب ليش هنا فيش اكس اي زي ما في المثال تبع الاندكس؟ يعني هون بيرجع لك بس ريكورد واحد، بينما في المثال تبع الاندكس رجع لك كتب كثير، لذلك كان عندك اكس اي،
اكس 1 اكس 2 ما فيش غير عندك اكس 1 اوبجكت واحد. طيب هذا بالنسبه للنموذج. اذا هنا نرسل التايتل للطلب بروسيس ديتيل، بعدين بس يجي الرد نحطهم بالنموذج. اوكي خلينا نضبط امور الملف السيرفر. نيجي هون ملف السيرفر سهل ما فيش فيه شيء شباب. نفس المثال اللي عملناه للكتب كله بس بغير عليه انه بدي كتاب واحد بس. شوف شباب هذا الديتيل حيعرض لك الديتيل لما استدعيه. هون البروسيس تبع الجيت بروسيس. اوكي شو بيسوي شباب؟ هنا بيجي اول شيء بيجيب بهمه مين هو يجيب التايتل. فبروح على اللي انا ارسلته التايتل بيجيب متغير اسمه تي تي زي الديليت بالضبط زي الديليت. بعدين هون بيعمل سيلكت ستار فروم بوك وير تايتل ايكوال ايش؟ تي تي. فبالحاله هاي بدور فقط على كتاب اللي هو التي تي اللي حسب انا الخالد. هلا لما يرجع لي حيرجع لك الروز زي قبل شوي زي الاندكس، لكن انت حتدور على مين؟ على رو صفر لانه ما عندك غير ريكورد واحد هو اول ريكورد. حيرجع لك كتاب واحد هو بس. لذلك انا الروز هاي حطلب منها فقط اول ريكورد اللي هو روز زيرو اللي هو يرمز للنتيجه تبعت الكتاب اللي بحث عنه. فقط كتاب واحد. بينما لو انه بدي اجيب كل الكتب ما بحط زيرو، بحط له روز. بس لانه هنا كتاب واحد او ايتم واحده بحط لها هنا صفر. اوكي اذا بدي انا الرو الاول فقط لا غير. فخلينا اسيبه. خلينا اسيبه. في ايرور هنا. في ايرور. ايش ايرور؟ في قوس نسيت نحطه. جيت بروسيس خلينا نعمل فورمات. في قوس شباب في شيء نسينا نسويه. هذا مسكر صح؟ مسكر صح هذا مضبوط. مسكر صح. ايش دخل؟ خلينا اشيلها ارجعها. كنترول زد. اوكي راح الايرور. خلينا ادخلها مره ثانيه هون. مضبوطة هون هي. في قوس زيادة. في قوس زيادة هون. قوس زيادة. اوكي. لأنه وحدة لا قوس لهاي للكون كواري هذا القوس تبعها والجيت هذا قوس لهاي. في قوسين واحد للكواري وواحد ل أنا اوكي. طيب احنا اذا هنا خلينا نجرب كنترول سي نوقف السيرفر ونعمل سيرش. نيجي هنا على الديليت نشيل الديليت نحط محله ايش؟ ديتيل. ديتيل هذا اعطانا نموذج. طيب شو اسمي عندي الاسم؟ اشوف والله اسم عندي اسم بوك 2 تيست 2 ايش سميته هيك؟ بوك 2 تيست 2 خلينا ندور عليه. بوك 2 تيست 2 اجاب جاب معلومات وحط لي اياهم. اوكي طيب اذا هاي سوينا عمليه ايش؟ السيرش. اخر عمليه بنعملها اللي هي عمليه التحديث الابديت. ابديت بحط هنا بوتون عليه نفس استخدم نفس النموذج بديش اعمل نموذج جديد. بدي احط هنا نفس النموذج بس بدي احط له هنا كبسه ابديت بحيث اني اذا غيرت هنا شيء وحط له ابديت حيعدل على الجديد. اوكي فعلى نفس النموذج تبع الديتيل بدي اضيف عليه بدي اضيف عليه ابديت فبدي بوتون للابديت ومع ديف رساله انه سبق وما ضبطش زي الانسيرت. اوكي بروح للديتيل. وين الديتيل؟ ديتيل باجي هون على اخر
اخر نموذج هون، هون اخر نموذج، احط له اب كليك للابديت والنتيجه حتيجي بالرس. هلا الابديت هاي بدي اسويها اوكي، فبنسخ هذا الكود زي الجيت بوك هاي بنسخها. هلا بعمل واحده جديده بسميها ايش بسميها؟ بسميها حسب الاسم اللي هون ابديت، بسميه هون ابديت. حيستدعي لما اكبس على الابديت حيستدعي هاي ابديت، لما اكبس على السيرش حيستدعي اللي فوق حسب انا شو اللي كبست عليه. اوكي، اذا هنا حيجي الابديت. هلا طبعا الابديت حيختلف عندي الكود. الابديت بدي ارسل المعلومات كامله تبعت الابديت، مش زي هون بس التايتل، لانه ممكن هو يغير البرايس، ممكن يغير الديسكربشن، ممكن يغير الكاتيجوري، فانا بدي احتاج اني ارسل كل المعلومات اللي تتعلق في الكتاب ابعتها لايش؟ للسيرفر. هلا ممكن اني استخدم هذه الطريقه، يعني اقول له اندرسكور تايتل زائد دي دي، بعدين بعدين اللي بعده اند ديسكريبشن يساوي مثلا دي اي اند. هذول يعني تعمل هون اكثر من متغير هون، بس الافضل من هاي الطريقه اني احطه كله في البادي، ابعته في البادي افضل من اني ابعته هون، لانه بتلخبطني هاي. اذا وحده اوكي، اني ابعت شغله وحده علامه استفهام تاتل اوكي سهل، بس لما يكون عندي خمس شغلات او 10 شغلات نموذج ما يكون فيه 10 شغلات، يعني لا يعقل اني ضل اقول له استفهام اند ومش عارف ايش، يعني حتلخبط فيها. لذلك بستخدم افضل اللي هو اللي احط المعلومات وين احطها؟ في البادي. طيب كيف بدي احطها في البادي شباب؟ اول شيء بعمل جيسون اوبجكت بحط فيه المعلومات اللي هي الكتاب والكذا كذا. كيف بسوي هذه الحركه هاي؟ خلينا نشيل اول شيء هاي انا ما بدي شيء هون ابديت هاي. شو سوينا؟ شو عرفت متغيرات سميته مثلا تي اي للتايتل، دي اي للديسكربشن، بي ار للبي ار، كاتيجوري للكاتيجوري، هذول عرفتهم متغيرات. هلا انا هون المتغيرات شو سويت بعديها؟ سويت هنا بوك اوبجكت، حطيت جيسون اوبجكت هذا التايتل تي اي، البرايس بي ار، الديسكربشن دي اي، والكاتيجوري حتكون سي اي اللي هم هذول. هذا الجيسون اوبجكت بقدر ابعته انا لمين؟ للسيرفر. كيف ببعته للسيرفر؟ ببعته للسيرفر عن طريق الميثود نفسه اوبشن. لاحظوا هنا عندي الاوبشن اخذناه احنا في لما اخذنا الاي بي اي، بس هعد لكم اياه. خليني اخذ الاخير عشان ان شاء الله اعمل كوبي بيست. على الاوبشن هون انا بحط بستخدم فيه الانو ميثود للتعديل، الميثود اللي هي اسمها بوت. اوكي، البوت للتعديل، الانسيرت لها ايش؟ بوست. الديليت اسمها ديليت. الجيت تاخذ تنتين، فبدك تحفظ انت كل وحده بتحفظ ايش اللي مناسب لها. فالتعديل انا بستخدم الميثود تبعت البوت، مش زي الديليت، ديليت كنا حضرناهم ديليت. هو الميثود. هذا نفس الديليت شباب، اللهم هون في اضافه عليها اني بدي ابعت بالبادي، بدي ابعت مين؟ الكتاب اللي انا عرفته هون. هذا الكتاب اللي انا جهزته، المعلومات اللي فيه بدي ابعتهم بالبادي، فانا قلت له هنا بالبادي جيسون سترينج فاي بوك. هيك حيبعث لك البوك هناك. اوكي؟ استدعي بروسيس اسمها بروسيس ابديت. استدعي لي اياها وهناك ودي لي البوك. لاحظ هنا ما اضطريت احط علامه استفهام، لا، لانه كله حيروح باستخدام البادي. والجوه البادي حطيت البوك، والبوك هو عباره عن ايش؟ عن كل المعلومات اللي في النموذج. واضح شباب؟ اذا كل البوك هياته في كل المعلومات تي اي بي ار دي اي سي اي حلو. طيب هذا انا خلصت، انا هون خلصت من عمليه ال بدي هلا اظبط، بس بدي اظبط ايش؟ بظبط السيرفر الكود تبع الابديت هذا. الكود تبع الابديت نفس فكره الانسير، نفس فكره السيرش، كل نفس الفكره، ما فيش فيه شيء جديد. هياته بستقبل المتغيرات وبحطهم بالتيبل. اوكي، هنا انا لما يجيني البروسيس ابديت حستقبل المتغيرات، طبعا لان انا جبت وديته بطريقه البادي، بستقبل هون بطريقه البادي مش كويري. هون بادي تايتل، بادي برايس، بادي كاتا، بادي ديسكريبشن، هذول اسماء الجيسون اتريبيوت، حيجيبهم القيم تبعتهم يحطهم بالتي اي بي ار سي اي دي اي، بعدين حيقول له هنا ابديت بوك سيت ديسكربشن دي اي
بعد فاصل برايس بي ار كتا كتا وير تايتل اعتمادا على مين؟ على التايتل. بعدين اذا كان كل شيء تمام حيقول لي سكسسفول ابديتد، اذا في مشكله حيقول لي بوك نوت ابديتد. خلينا نسيب، نوقف السيرفر نشغله. اوكي مره ثانيه شو اسمه، هو اسمه نفس الديتيل، نفس الديتيل. لا لا في شيء غلط، مش مسيبه الان، مش مسيبه كامل. فايل سيف اول، ايوه كنترول سي، بعدين طيب نشوف النموذج تعدل. هلا نحط عليه الابديت، كبسه الابديت بوك 2 تيست 2 كزيرش 256